بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد بلقياكم. وكالعاده كل مره كنتكلموا على ما يخص التغذيه الصحيه الطبيعيه وما كان عليه الاباء والاجداد قديما حيث كانوا ينعمون بصحه وعافيه. في هذا المقطع غادي نتعرفوا طريقه بسيطه لتحضير مشروب اللويزا. هذه اللويزا موجوده في المتجر، في السوق، موجوده بكثره، والاثمنه ديالها في المتناول، فقط يجب تحري الجوده. تكون واحد اللويزا اللي جديده وشي بعد واحد الانسان ثقه، وتكون في واحد المكان امن، يعني في واحد القنينه او كيس بلاستيكي، يعني شي حاجه اللي صحيه. مشروب اللويزا عنده فوائد كثيره جدا. الاباء والاجداد ديالنا راهم متناولوا اللويزا، فهاد اللويزا تعمل على تنظيف الجسم من السموم، تعمل على تنظيف الجسم من السموم، وتخلص الجسم من الجذور الحرة المتراكمة. والجذور الحرة المتراكمة هي اللي كتسبب الأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة. هذه اللويزا كتحتوي مركبات فينولية تمتاز بخصائصها المضادة للأكسدة. احنا المشكل ديالنا أننا أصبحنا لا نتناول أغذية فيها مضادة الأكسدة. كناكل المقليات، مصبرات، معلبات، مشروبات غازية، وجبات سريعة، نقانق، الكثير من المشاكل، حلويات، وأصبحت هناك حلويات مقلية ثم يضاف إلى هذا السكر اللي كيسميه عسل، وهو ليس عسل وإنما السكر. فالفوائد ديال هاد اللويزا كثيرة جدا، فهي تقوي الجهاز المناعي. لماذا؟ لأنها تنظف الجسم من السموم. واستعملوها لتخفيف الوزن، يعني لمن يريد التخسيس فهي فعالة لتخفيف الوزن، لأنها تكبح الشهية، يعني كتوقف ديك الشهية وتقلل من الرغبة في الطعام وبالأخص الحلويات. تقلل من التوتر، وذلك بتعزيز مشاعر الراحة والاسترخاء، وتعمل على استرخاء الأعصاب وتقوي العضلات، فهي رفيق مثالي للرياضيين. وتخلص من الأرق، من يعاني من الأرق فعليه بشرب اللويزا. تناول اللويزا يخلص من الأرق، وهذه اللويزا تحسن جودة النوم. جربوا، التجربة خير دليل، تحسن جودة النوم وتخفض حرارة الجسم. اللي كيحس بالجسم ديالو حرارة مرتفعة يشرب هاد اللويزا، وتعالج مشاكل الهضم. وحباق صغار كنعقل على دوك كانوا كيعطوها للوليدات الصغار، الرضع كيعطوهم هاد في الرضاعة يشربوا هاد اللويزا، لأنها مزيانة لمن يعاني المغص والإمساك والإنتفاخ، مزيانة. وكيمكن لينا نحلوها بعسل نحل، بعسل نحل أفضل من السكر. هنا عندنا واحد الإناء، هذا مزيان لهاد الناس اللي كيستعملوا هادشي ديال مشروب الأعشاب. هنا عندنا واحد المصفات، هاد المصفات غادي ناخذ هاد اللويزة هادي، هي نقية ولكن نعاود نغسلها ماشي مشكل. أنا كنفضل الأعشاب، الأعشاب تنقى، هاهي، ونوضعها في هاد المصفات هادي، هاد المصفات. نوضع فيها هاد اللويزا. موجود مثل هاد الإناء، موجود تقريبا من 18 درهما إلى 20 درهما، وكاين واحد الغلاية الزجاجية أيضا كدير ثمن أحيانا إلى 50 إلى 60 درهم، تقريبا 6 أورو، هذا 2 أورو، ولكن مزيان. هنا عندنا الماء مغلي كما كتشوفوا، ها البخار متصاعد، وأسكب هذا الماء المغلي. بسم الله، هذا راه من الزجاج، قطرات، ثم بعد ذلك أتابع الإفراغ. أنتظر ربع ساعة مثلا ونشرب هذا اللويزا. فوائد كثيرة جدا، فقط عنده واحد الرائحة طيبة جميلة. فقط المرأة المرضع، دائما المرأة المرضع، المرأة الحامل، من يعاني هذوك أمراض الكلى، أو الإنسان اللي عنده حساسية، شرب هذه اللويزا
فظهر طفح جلدي او شيء من هذا القبيل يبتعدوا على هذا اللويزه، لان المناعه ديال الزمان ليست هي مناعه الاجداد اللي كانت عند الاجداد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.